بس لما بتجيش الدوس ليه بقالك اسبوع؟ والله يا مستر انا مذاكر في البيت عشان القصه في الفلوس وكده، وانت عارف ان انا بصرف على البيت. مالكش دعوه بالفلوس، ما تشيلش هم، انت من الطلاب المتفوقه عندي، وما تشيلش هم اي ملازم ولا اي كتب، تعالى ومالكش دعوه. بجد والله يا مستر مش عارف اقول لك ايه بجد. اهم حاجه بس تروح وتذاكر. ماشي يا مستر. سلام. خد تعالى يا محمد. نعم ماما، كنت عايز لي فين؟ انا سمعت بقى انك ما بتذاكرش وعمال تضايق ماما وماسك الموبايل طول اليوم ومش عاوز تفتح اي كلمه. يا ماما ما بحبش المذاكره. يا بابا قول لي اذاكر ليه؟ احنا مش معانا فلوس واغنياء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا لو سمعتك بتقول كده تاني انا هضربك. انت تطلع فوق ما وراكش حاجه غير المذاكره، وانا همنع بقى منك الموبايل والبلاي ستيشن. يلا.